السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نهضروا على الأحداث الجديدة والاهتمامات ديال غالبية الناس في المغرب، مساكن الله يحسن العون. يعني كيفاش الصحافة وما جاورها والمتحكمون في المشهد كيوجهوا الشعوب أو للشعب كما بغاو، يعني بحال ملي كتورك على البطونة ديال الاورديناتور كيطلع لك انت داكشي اللي باغي اللي باغي. يعني اصبحت الشعوب عباره على هش الى اليمين مشاو الى اليمين، هش الى الشمال مشاو الى الشمال. يعني بحالنا بحال الغلم البهايم اكل خرطال وشعير شمنظر. يعني مناظر واحداث يؤسف لها. في الاخر خرجوا لنا شنو دابا؟ سعيد الناصري، اعتق الى سعيد الناصري. في ديك السوايع الاولى وداكشي الناس راه مشاو مع سعيد الناصري المهرج الممثل، كلشي تعاطف والناس كتهضر وعلى شدوه وشنو قالوا وزوين وضريغ. بالمناسبة سعيد الناصري المهرج الممثل كتعرفوا واجه الامريكا وعاش فيها الى اخره، هو اللي دخل المغاربة ديك الثقافة ديال الكانيج ولا تربية الكلاب. في ديك السلسلة ديال العوني، هز العوني حط العوني، هز العوني حط العوني، يعني كيقوم بداك الدور. وديك الأسرة يعني عندها الكانيج والكلب، راه هو اللي دخل الناس ديك الفكرة ديال الثقافة ديال تربية الكلاب في المغرب. وكلنا كنعرفوا حنا راه كمسلمين وكمغاربة أن الكلاب راه حرام يدخلوا للبيت. علاش؟ لأن ملي كيدخل الكلب للبيت الملائكة كتخرج. الكلب خصو يتربى فين؟ لا كان شي حراسة فيرما ويبقى لبرا ما يدخلش للداخل. اليسار العالمي التوجهات ديالو راه أي حاجة كيأمر بها الإسلام هما كيعملوا العكس ديالها. فالإسلام كيقول لك الجنس خصو يتمارس عن طريق الزواج، لا هما كيقول لك الناس ماشي عن طريق الزواج وإنما عن العلاقات الرضائية اللي راكم كتعرفوها وجاكم بها وهبي والأحزاب العلمانية دابا، ياك؟ وهكذا الخمر حرام؟ لا ماشي حرام، هو مشروبات روحية. الاختلاط وداك الشيء ماشي مزيان لأنه يؤدي إلى التفسخ وإلى الفساد وتسهيل التمكن من المرأة. لا، حنا خصنا نديرو مدارس مختلطة، البنات والولاد جالسين حدا بعضياتهم وكيقراو باش تسهل العملية ديال الفساد والإفساد. كلكم كتعرفوا هذه المسائل هذه. فعلى أي فسعيد الناصري اللي كان معني بالأمر هو المدرب ديال الوداد ولا ما نعرف له، وكلكم كتعرفوا الميزانيات الفظيعة ديال كرة القدم اللي كيخلصوا المغاربة من الضرائب ديالهم. يعني كتلقى الميزانية ديال الكرة والإلهاء والتلهية أكثر من داكشي اللي كيتوضع لوزارة الصحة ولا ما نعرف ولا وزارة التعليم ولا الأخبار في راسكم بلا ما نضلوا نهضروا. فاللي باغي نهضروا عليه هو كيفاش المغاربة كيتساقوا بحال البهايم وبداو اهتمامات ديالهم كيهضروا على اعتقلوا البارون المخدرات وطهرات لنا لالكم لطيفة رأفات حتى هي من المؤثرين والمؤثرات داخل البيوتات اللي كيتسموا البيوتات المخملية في البلاد. يعني لطيفة رأفت تؤثر في السياسة وعندك الماء وعندك ذا في داخل البيت. يعني بلا ما نشرحوا لكم انتم راكم عارفين شنو، يعني شنو قدمت لنا هذه لطيفة رأفت من نهار عرفناها وهي تظهر علينا بلحمها وشحمها لعروض اللحوم والشحوم بحال بحال الشيخة، ما كاين حتى شي فرق. يعني ولا عيب باش يهضر بنادم على هاد المسائل هذه. فالمغاربه يهتمون بالشيخات والمغنيات والرقاصات فيقودون المجتمع ويؤثرون في عقليته والاحداث. يعني فوالله ما نعرف شنو غادي نقول لكم، زعما شنو غادي نقول ما نعرف. انا ما بقيت عارف والو في هذا الشعب هذا، اش اليمين هش الى الشمال هش الى الشمال. فصاروا الناس غاديين واش مدروقين واش شاربين السكران واش ما نعرف. يعني راه من العيب والعار
ان الانسان ينسى الدين ديالو اصلا. تصوري بنادم ينسى الدين ديالو، الاخر كيدخل ليوتيوب يشوف شي خايش ولا لطيف رأفت، يشوف سعيد ناصري المهرج او المدرب او ما قال هذا، يوقف وبدا يتفرج. ولا كان شي عالم او داعيه او فقيه متمكن يتكلم عن قال الله قال الرسول كينقصوا دغيا، ما خصوش يسمع. وهذه ام الكوارث اللي واقع فيها المجتمع المغربي، الذي سلب عقله وسلبت افكاره وسلب من دينه، ولا كيكره يسمع شي حاجه ديال قال الله قال الرسول. الغالبيه تاركه للصلاه، الغالبيه لا تفقه شيئا عن دينها، هذه هي الكارثه. ولاو كينتابعوا وكيستمعوا الاحداث ديال بني قرويد وبني قينقاع اللي كيلهيوهم على المصير ديالهم الحتمي ملي غيموتوا. بنادم ولا ناس راه غادي يموت وغيتحط في القبر وغيجي منكر ونكير وغيسولوا فين غادي وفين كنتي وما ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. هادشي كامل غاب على الفكر ديالو على الوجدان ديالو، ما بقاش باغي يسمع هادشي اصلا. بينما الحقيقه راه ديال اللي خاص يفهمها، النار ملي غيتحط في القبر غادي تسول، غادي لا اخره، واش غيمشي لليمين واش غيمشي لليسار، ما ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث بكم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. الناس ما بقاش عارف هاد الحوايج هادي وما بقاش كتهتم بها وما بغاش تسمعها. علاش؟ لان دوخوهم شي وحدين ان الله غفور رحيم والدين راه عند الله والله مولاه ربي، وشي حوايج هكا ركزوها لهم في الدين ديالهم، فصبحوا كيامنوا بها وكيامنوا بالوراء وكيتبعوا جميع الخزعبلات جميع الملاهي الى اخره. الاخبار في راسكم، ما بقاوش الناس باغيين يسمعوا على الدين ديالهم شي حاجه. راه كارثه عظمى، يهتمون باهل المخدرات والرقاصات والشيخات والفضائح وما الى ذلك. قل له قال لا قال الرسول يقلب عليك وما خصوش. هنا كتشوف تدعي وتقول صدق الله العظيم. راه القران هو في المسائل ديال علم النفس المعقده، راه كاينه في القران. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم. وآية أخرى كتقول لك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني تقول له قال الله قال الرسول كيشمأز وما خصوش يسمع إلى آخره. وإذا ذكر الذين من دونه من دون الله شيخ رقاصة كورة تهريج فيلم مسلسل، إذا هم يستبشرون كيمشي معاك وياخذ ويعطي ويحلل ويناقش. واذا ذكر الله اشمأزت واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. واذا ذكر الذين من دونه من الرقاصات والكويرية والمدربين اذا هم يستبشرون يمشي معاك ويناقش وياخذ ويعطي. عليم ماشي عليم، ما كاينش اللعب. الا جبت لي قال الله قال الرسول ما يقدرش ينفر، وربما تلقاه كيتوضا ويصلي. وهذه ام الكوارث اللي واقعين فيها الناس في هذا العصر الحديث اللي سيطر فيه الدجال بالإعلام على العقول وعلى الوجدان وعلى الأفكار، ويقودهم إلى حتفهم. إش إلى اليمين يمشي، إش إلى الشمال يمشي. أما ما قال الله وما قال رسوله فحتى واحد ما بغي يسمعها إلا القليل. ولا نعمم، كنظن الفكرة واضحة. والحل رخصة نتوبوا من هذا الشيء، نتوبوا من هذا الشيء، نتعلموا الدين ديالنا ونقراو عليه. واول حاجه السيره نقراوها، نقراو قصار الصوار التفاسير ديالها والمعاني ديالها، باش نحاول نبداو نفهموا شي شويه على هذا الدين هذا. والا مصيرنا مصير مأساوي غدا امام الله، ونطلب من الله السلامه والعافيه. والى اللقاء في حلقه قادمه.